السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم فيليتي ديال الدجاج بالعطريات الشاورما. نرافقوا معاه بطاطا مقطعه مربعات وشويه السلطه. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم. ندوزوا المقادير على بركه الله. نرافقوها بالبطاطا مقطعه مربعات مقليه، نطيبوها في الماء هو الاول، بعد نقليوها في الزيت. نحتاجوا هنايا شويه ديال القزبر مع الفلفل الحلقي، العطريه ديال الشاورما، الملح، شويه ديال الكيمون، التومه، واحد دريس ديال التومه. هندوزو دابا طريقه تحضير فيليتي. نزيدو له شويه السويته، نسيت ما ذكرتها، هو الفيلي ديالنا من بعد ما شرمناه نخليوه شويه يشرب الشرموله ديالو. دابا غنبداو نقلو الفيلي ديالنا. عندنا هنايا الماء كيطيب، عملنا فيه شويه ديال الملح وعملنا معاه 5 معالق ديال الخل. دابا غادي نعملو فيه البطاطا ديالنا، غادي نطيبوها 5 دقائق. هاي البطاطا ديالنا من بعد ما طابت في الماء 5 دقائق، كنجبدوها كنصفيوها كنعملوها تقطر كنخليها حتى تشتف شويه. دابا كنعملوها تقلى في الزيت. ها هو الطبق من بعد ما وجد، ها هو الفيليتي من تقلى كيف كيجي، والبطاطا رافقتها بكيتشوب او مايونيزا وشويه شلاضات الخس والخيار وماطيشه. نتمنى الطبق اليوم يكون عجبكم وتجربوه وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم على المشاهده.